محمد، مساء الخير. مساء الخير، أخبارك إيه؟ أنا كويس الحمد لله. قبل ما نروح لكأس الأمم ونروح لمنتخب كوت ديفوار، عايز أسألك عن انطباعك الثاني في الدوري الممتاز وأداك الثاني مع بتروجيت، ونكمل معاهم ولا لأ؟ طبعا الدوري لسه خلصان، وانا انا المفروض ان انا ماضي على سنتين، وانا عملت اول سنه ولسه سنه تانية، واول سنه السيزون ما كانش كويس قوي، فالمفروض ان انا لسه قدامي سنه ولسه ما خدتش قرار، ولا انا لازم هتكلم مع رئيس النادي وهاخد قراري. هل يفرق معاك انك تلعب مع بتروجيت؟ Tu vas jouer avec Petrojet avec يعني الدوري الدرجه الثانيه، او انت مشترط انك تكون في الممتاز، ولا انت لاعب محترف ما تفرقش معاك؟ لا، افضل ان انا العب طبعا في الدوري الممتاز، ما حدش يحب يلعب في الدوري الدرجه الثانيه، لان افضل طبعا ان انا بكون متشاف اكتر في الدوري الممتاز. هل جالك عروض، او مدير اعمالك يعني ابتدى اتكلم معاك في عروض؟ هو قال لي ان في بعض الفرق بتتصل بيه، ولغايه دلوقتي انا مستني بعض العروض، ولو كان في بعض العروض لازم نتكلم مع بتروجيت واشوف مع رئيس النادي.